بخير عليكم، مش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحتكم وصحتكم. اليوم بغيت ندير لكم واحد الاكله انا في الحقيقه كتعجبني وكتعجب مامي الدار كاملين، ولهذا غادي نديرها لكم وكنتمناكم تتابعوني من الاول حتى الاخر. بغيت ندير الفخيضات ديال الدجاج، ها هما بغيت نديرهم باني. دابا غادي نديرو فيهم الفخيضات ديال الدجاج اللي ها هما، وغادي ندير فيهم مليحه سكينجبير طري مشكوك، فلفله حاره، هذه راه حاره، هذا الحامض اللي راه فاض ليا وها هو جا لهنا من سباغاف، اسمحوا لي غادي نديرو لانه راه داير ليا فضيحه هنايا. ها هو الحامض كان عندي متلج، ها هو درتو فيها الحامض، فيها ثومه، وفيها شويه البزار، فيها هاد لاصوص بيكانت شويه منها، وشويه ديال السوجا، ولا مونطارد اللي نسيت ما وريتكمش، غادي نوريها لكم دابا اللي ها هي. دونك غادي نبداو على بركه الله. راه حنا درنا الحامض هنايا كيف شفتوا، سمحوا لي راه دوك لي زانغغيديون اللي وريتكم درتهم هنا، سمحوا لي راه تحب لي كان فيلمي وما فيلميتش. المهم هذيك الثومه وداكشي كله رميناهم هنا، وغادي ان شاء الله نخليوهم يترقدوا واحد شويه، وغادي نديرهم يطيبوا لينا في الكوكوط، يطيبوا ما يطيبوش بزاف على حقاش الا طيبناهم بزاف ما غاديش يبقى لينا كيفاش نديروا ليهم نطنيوهم. دابا ان شاء الله غادي نتلاقاو ملي نكون دايرينهم يطيبوا. ها هما الفخيضات ديالنا بعد ما رقدناهم ليله، غادي نديرهم دابا يطيبوا واحد ما كملاش ربع ساعه، غير شجعت فين يشدوا فروسهم باش يمكن لينا نستلفوا العمل. بعد ما درنا الدجاج ديالنا يطيب في الكوكوط، اللي كنوصيكم عليه هو ما ديروش ليه الزيت، خليوه يشرب قوامه، وغادي نقول لكم من بعد اش غادي نديروا به. خليكم ها هو الدجاج ديالنا وجد، غادي نوريه لكم، ها هو وجد. دابا غادي نوجدوا ليه لابانيور ديالو. لابانيور ديما كيف كنقول لكم ديما فو باني هو الاول، وخليوهم يشربوا لابانيور ديالهم. الا جاكم ملي تبغيو تقليوهم جاكم شويه من الديم ان بو اوميد، كتعاودوا ديروا عليهم شويه ديال لا شابلور. دابا غادي نبداو نضربوا البيض ديالنا اللي غادي نبننوه شويه ديال كلكو زانغغيديون غادي نوريهم لكم. لا فارين، لي زامون ديفيلي، وهادي لا شابلور. غنديرو في هاد البيض ديالنا غنديرو فيه شويه ديال لاصوص بيكانت جوست ان بو، وغادي نديرو فيه شويه ديال البزار، وغادي نديرو فيه مليح. هادشي غادي نضربو فريمون يتضرب مزيان مزيان، غنوريكم تابعوا معايا ان شاء الله كلشي غادي يطيب لينا. هو هذا بون لا بانيور سي كوا. غنبداو بلا فارين، غنبداو بالدقيق، البيض، شويه ديال هذاك لي زامون ديفيلي اي لا شابلور. المهم هانتوما متابعين معايا. دابا غادي نبداو على بركه الله، غادي نديرو لا فارين، فريمون نشربوهم مزيان، غنديرهم في البيض، نبان لكم بيان بحال هكا، صوم فريمون يدخل ليهم البيض في لي كوان لي ركوان باش لي زامون ديفيلي في لا شابلور. خليهم شويه هكا في لا شابلور يشربوا لا شابلور،
نديرو واحد اخر ها هو، نديرو ليه لا فارين. كيبان لكم كي كنخدم جيسبر. وغادي نديرو ليه هكا بلاتي، غادي نعاودو نرميوه في البيض ونشوفو يبدا يدخل ليه البيض مزيان فريمون. مع فارين راه صعيب باش يدخل ليه البيض. ومن بعد هذا الشيء غادي نوريكم كيفاش غادي ديروا الخضره، اشنو هي الخضره اللي غادي ترافق هذا الشيء. دابا ها هو قطروه شويه وديروا ليه شويه ديال لي زامون دي فيلي وديروه في لاشابلوغ وخليوه شويه يشرب لاشابلوغ ديالو. ها هو داك اللي درنا الاول، ها هو راه شرب، ها هو غادي نحطوه هنايا، نديرو له شويه ديال لاشابلوغ باش فوالا. ودابا نعاودو نتلاقاو في القليب. كما درنا لاشابلوغ للدجاج ديالنا غنشدو هاد لاشابلوغ ونبقاو نديروها بحال هكا، حيت انا عندي دابا وجبو قبل ما نبدا كنقليهم. غادي نخليهم هكا، ندير لهم هكا بلوزهم بلوز هاد ما عطاها الله، ندير ليها بحال هكا ونخليها تشرب بيد ما وصلنا القلي. حيت نوصلوا القلي غادي نتلاقاو. دابا غادي نوريكم الخضره اللي غادي ترافق ليا الدجاج. دابا غادي لو ليغوم ديالنا هو هاد لي شوفلار اللي غادي نديرهم، كديروا فيه شويه ديال لاصوص بيكونت، كتسلقوه بالملح وكديروا فيه شويه ديال هادي. هذه هي لا لاصوص سوجا. نحركوا هذا الشيء ونتلاقاو ملي نكونوا كنصاوبوا. غادي نوجدوا لا ريسيت طامبورا، نبداو على بركه الله. غادي نديروا طامبورا، سي اون ريسيت جابونيز اللي غادي نديروا فيها على 100 غرام ديال الدقيق، شي جهد 80 غرام ديال النشا، هادي خمارة الحلوة، وهادي مليحة، وهذا صفر د البيضة، وهذا لو الماء يكون بارد. أنا هذا خديت لو بويون فاش طاب الدجاج ديالي باش نعطيو البنة للطامبوغا ديالنا. دابا على بركة الله نبداو نديرو صفر د البيضة المليحة، نخلطو، نديرو سيبو، نديرو هاد الميه لو بويون ديالنا، نديروه نخلطو مزيان، دابا بعد ما خلطنا البيض ديالنا غادي نزيدو عليه لافارين. نخلطوها مزيان، نزيدو عليها الخمارة ديالتنا. هادي أنا دوريجين جابونيز ومشاو لي بورتوغي هما اللي جابوها، ولاو كيستعملوها لي بورتوغي بزاف بزاف بزاف. هادي الطامبورا ديالنا إن شاء الله غتصدق زوينة. من بعد غادي نبداو نديرو بحال غنديرو دي بانيات دو شوفلار ونديروهم بهادي، يعني فو لاسي ريبوزي ابخي سا اون دوميور، سيرو قضاو شي شغل وتسناو عليها نص ساعة. الزيت ديالنا سخنات باش نديرو فيها الخليطات ديال الدجاج، صوصهم مزيان. ونحطوهم يتقلاو، كيجيو زوينين. نتلاقاو ملي بدا نقليو لي شوفلار ديالنا اللي غادي نديرو ليهم
نتكلم بكم. لكن دابا نوريكم دابا غير تبعوا معايا. غادي نبداو نلوحو الشوكولا فوسط طابورا، لكن هذا دابا نوريهم لكم غير رميه شي بعدين باش يمكن لينا نهزو كود من الطابورا وحنا في المقله. دابا ها هما درناهم هنا، غادي نقلبوها مزيان. شد شوية ال شد شوية ال لا لا صوص طامبورا طامبورا تو سامبلومون، ما كاين لا صوص ولا أباغيل. دابا باش تهزوهم من هنا غادي نوريكم واحد الطريقة زوينة ديرو ليهم هكا من هاد القطيب، تهزوهم وتحطوهم هنا. وها حنا غادي ان شاء الله تيتقلاو لينا. ودابا ها هو الدجاج ديالنا بعد ما وجد. سلامتكم معنا، طلق واحد الريحه من داكشي الخارج. واللي كيعجبني في هاد لي شوكولا كيعجبني فيهم هاد لي فورم اللي كيخرجوا. ماما الله يذكرها على خير ويعطيها صحيحتها، اللي كنت كنقول لكم هو الوالده الله يذكرها على خير ويعطيها صحيحتها كانت كتصوب لنا هاد لي شو لي شوفلا، وكنا كنبداو نشدوهم كنقول لها هذا سيتان فيشيان هذا سيتان نورس، وهي كانت هي كتلعب اللعب وحنا كناكلو بلا ما نحسو، كتوكلنا الخضره بالفن. وعلى هاد الشيء غادي نقول لكم مع السلامه، خليتكم على خير، الله يخلي لكم صحيحتكم. تابعوني، اللي شاف لا فيديو ديالي بوغ لا بروميير فوا يتابعني في سوغ يوتيوب، راه كندير شي حويجات كامل زوينين.